دكتور نعم احنا اصدقاء واخوان ان شاء الله يجمعنا الوطن. اليوم الناصريه ديكار تستحق خدمات من نوع اخر. فرصه نجاح عندما نفكر بتقديم الخدمه للناس. نقدم خدمه نحفظ كرامتهم ونخليهم يكون يعتمدون ايمان بالمستقبل. الناصريه ديكار مطلوب عليك وعلى الحكومه تحفظ كرامه كل شرائح المجتمع الذيقاري. شيوخنا عزتنا، مثقفيهم عزتنا، أطفالهم مستقبلنا. يجب العمل بكل جد على تقديم أفضل خدمات لهذه المحافظة. عندك كل الدعم. الحكومة الاتحادية أتى برنامج خاص ضمن صندوق أعمار محافظة الذيقار. سوف نعمل بكل جد لمساعدة ناسنا، حفاظة كرامتهم أولوية. ناصر ذيقار يعني أوه، يعني الحضارة، يعني الإنسانية. يجب أن تستعيد صورتها ويجب أن تقدم صورة أفضل وقصة نجاح في العراق بعد سنين من اليأس والإحباط. شلون نصنع الأمل؟ الأمل نصنعه عندما نبنيها سوية. يجب أن نعمل سوية على بناء المحافظة. خلي نكون أبناء العشائر، المثقفين، الفنانين، الطلبة، كلها تساهم سوية ونبنيها سوية. دولة الرئيس أنا أشكرك جدا على حسن الظن، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وعند حسن ظن أهل ذيقار اللي حملونا مسؤولية كبيرة في سبيل بناء المدينة وقيادتها في المرحلة القادمة. كل ثقة وأمل بدعم سيادتكم اللامحدود، وهذا ينطيني حافز وتفاؤل لأرى مستقبل مشرق إن شاء الله بوجودكم. حقيقة احنا اطلقنا شعار نبنيها سوا، وان شاء الله بقيادتك ودعمك الكبير ستعود ذيقار واجهة للعراق وواجهة للعالم. من ذيقار انطلق الحرف الاول وشع ضياء النور الاول، وسيعود سنا ذيقار ينور ظلام العالم وتكون مصدر اشعاع وتجربة رائعة في العراق الديمقراطي الجديد بقيادة دولتك. لا ننسى شغلك. نعم. انا وانت ولد ذيقار، أنا من ذيقار وأنت من ذيقار. نعم. يجب أن نعمل سوية لحم راية التاريخ من هذه المحافظة باستعادة وضعها الطبيعي. من أور ننطلق ونبني سوية إن شاء الله. إن شاء الله. متفائلين حضرتك، وإن شاء الله ذيقار لها حق علينا، إحنا أبنائها وإحنا نحمل حملها إن شاء الله. خدامها إن شاء الله. إن شاء الله ونبنيها سوى. إن شاء الله. شكرا. 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 موفق إن شاء الله. شكرا دولة الرئيس.